الوصفه الثانيه معانا سمبوسك محشيه الفريدو. تالي الوصفه دي من الوصفات اللي ما حدش فينا ما بيحبهاش، كلنا بنحب ناكل الباستا الالفريدو اللي هي عباره عن مكرونه صوص ابيض ذره مشروم فراخ جبنه. ماشي، انا هنا بس شلت الجبنه للناس اللي مش بتحب الجبنه قوي في الاكل، عايزين تزودوا جبنه ما فيش مشكله. دي من الوصفات اللي لما تذوقوا كده السمبوسه كده وتقطموها قطمه بتدوب في البقه على طول، ولذيذه جدا جدا، وبجد هتتبسطوا منها قوي قوي. السمبوسك الالفريدو دي بالذات الولاد الصغننين يعني هيحبوها بطريقه يعني عاليه جدا، بلس كمان انها فيها فوائد كتير. تعالوا مع بعض نشوف مكوناتها. عباره عن مشروم طبعا، بروتين نباتي، في بروتين عالي احنا محتاجينه في الشتاء، معانا فراخ بروتين طيور، ومعانا بقى البهارات بتاعتنا كزبره، بودره ثوم، بودره بصل، جوزة الطيب، ثوم مفروم، زي ما قلت اي باقي فرخه عندنا، ده صدر فرخه باقي اهو هنسله ونخليه بالطريقه دي، ومعانا بصل متقطع شرايح، كريمه، دقيق، لبن. خلاص، طيب هنا ناقص اللبن يا جماعه بس. ماشي، طيب هنعمل ايه؟ هحط الزبده النهارده، المكون الاساسي بتاعي في الوصفات الزبده في الحادق. ليه؟ انا عايزاها كده تبقى ناعمه جدا، وصفه ناعمه، وانتوا عارفين انا يعني بحب الزبده ازاي. خلاص، هنا هنشوح، بصوا عشان انا عايزه الزبده اللون ده، شايفين؟ بصوا اهي الغامق شويه ده عشان لما احط البصله ما تاخدش وقت في انها تتكرمل. انتوا عارفين البصلة بتاخد ايه؟ شوية وقت حلوين كده. بالظبط كده. اهو التوم، ابتدي احط شرايح المشروم. اهو. نبص كده على البصل. نسيبه بقى يتكرمل براحته، انا كده وكده عاملة نسخة انه بيقعد مدة حلوة يعني. نشا او دقيق، ماشي، والبصل المكرمل برضو اهو، اتفضلوا كده. يبقى حطينا المشروم والفراخ والبصل المكرمل، المفروض ذره، انا حاطه في النسخه بتاعتي ذره، هما ايه نسيوا يطلعوا الذره. بودره بصل وجوزة الطيب اهو اهو، حطيت بودره ثوم، بودره بصل، جوزة الطيب، كزبره ناشفه، ماشي، واللي انا اصلا كنت مجهزاها اللبن، ما نحطلهاش ميه خالص، انا عايزاها تبقى مفيده. خلاص، الهدف انها تبقى مفيده. هحط ايه بقى هنا على الفراخ؟ مش هغرقها بقى، لا، يا دوبك معلقه، ماشي، يا دوبك. واللي بيحبوا الجبنه هتبقى احلى كمان بالجبنه، بس انا ما رضيتش احط الجبنه عشان ايه ما تقولوليش ان انا بحشر الجبنه في كل حاجه، في ناس مش بتحب تاكل الجبنه خالص. اهو تبقى كده يا دوبك. بصوا نجيب دي كده ونحطها بالمنظر ده، دي اسهل طريقه للف السمبوسك، ماشي، اهو اهو. وهنا معانا ايه؟ دقيق وميه او نشا وميه، نعملها ايه عجينه كده ونقليه في زيت سخن.